شاطر. المونديال يبدأ اليوم بالنسبة للأرجنتين. السقوط المفاجئ والمدوي أمام المنتخب السعودي غير المشهد الخاص بالمجموعة الثالثة، جعل القمة اللاتينية بين الأرجنتين والمكسيك تلعب على سفيح ساخن. الألب السيليست التي عاشت قبل كأس العالم فترة رائعة عانت من الإصابات العضلية التي أثرت على أداء بعض العناصر الهامة كقلب الدفاع كريستيان روميرو. أمام المكسيك سكالوني سيغير 5 أسماء على الأقل، يظهر مونتيال، أكونيا وغيدو رودريغيز في التشكيلة الأساسية من أجل تغيير نمط اللعب البطيء. على الجانب الآخر يعرف تاتا مارتينو الأرجنتيني الذي يقود المكسيك أن نقطة التعادل قد تنفع التريكولور قبل الجولة الأخيرة أمام السعودية. أسماء كإيرفينغ لوزانو وأليكسيس فيغا تحمل لواء المنتخب الذي يريد قطع السلسلة السلبية التي ترافق مواجهاته المباشرة أمام الأرجنتين. ولحساب هذه المجموعة، المنتخب السعودي بعد أن استهلك نشوة الانتصار على الأرجنتين يواجه بولندا. الفوز يعني تكرار إنجاز مونديال 94. أخيرا فرنسا تصطدم بالدنمارك، مواجهة متكافئة قد تمنح بطل العالم بطاقة التأهل إلى